خويا كنت تواجد حاليا في عمارة الحي الحسني، عمارة الحي الحسني والفا. هذا الحي اللي كيتسموه دوار الشهوبه المعروف بالفرفرة، رقم الدار 236 على هو الرقم ديال الدار اللي كان نقطن فيه حاليا. ودوار الشهوبه كما قلنا في حي الفا في الحي الحسني. المهم اخويا السيده، المهم حنا كنهضروا على واحد النزاع بيننا وبين هذه السيده بانه زعقنا من الدار خوانا حوايجنا منها. هذه مده حنا كنديروا في اللايف هذه السيده، راه قهرنا حيدنا حوايجنا، زعقنا، تكرفص عندنا انا وولادي. الاسباب خويا السيده ساكن عنده دي مده 4 سنوات وانا ساكن عند السيده، كنادي الواجبات ديالي كلها، ما كيعطيني لا ورقه لا ريسي لا حتى شي حاجه. عنده 5 الكراي في نفس الرقم 236، يعني مكرره 6 الابواب كلها في نفس الرقم. السيدي واذا بواحد النهار كيجي عندي قال لي، قلت له ودي بغيت شي واحد الورقه، باغي نسوي واحد شهاده السكنه، قال لي لا. ملي طلبت له شهاده السكنه مشى دار بيا واحد الدعوه عند المحامي عندو في المحكمه، دار بيا دعوه بانه السيد انا محتل سند بيت القانون. درنا مشينا للدعوه، درت الشهود ديالي، صوب شهاده السكنه عند ساعه القائد كيف حالك. مشينا للسيد للمحكمه، يعني جلسه الاولى الثانيه الثالثه، حكمت المحكمه بعدم اختصاص، بقى الحكم بحال كذا. جي عندي تلقى لي في المحل ديالي، تلقى لي قال لي ودي ما خويكش القانون، خويك انا بطريقتي الخاصه، غنخويك بالطريقه ديالي الخاصه انايا، نخص عليك فلوس. قال لي قلت له بدي تفاهم معايا بشي طريقه، نخوي لك المحل ديك موتي المحل ديك، ما عندي باش نكري حتى شي حاجه، ما عندي باش غنزيد في غنزيد، ما عنديش. انا كاري ب 700 درهم في غنلقى المحل 700 درهم والحاله ضعيفه، وانا عندي عاهه في الكتف ديالي والرجل اليمنى، الكتف اليمنى والرجل اليمنى عندي عباره عن براكه، ماشي عباره عن براكه. هو دار لي بانه كاري شقه، عباره قال لي بانها شقه فيها، قال لي مطبخ فيها، صالون فيها، كوزينه. انا خويا كاري عبيت وسمنو طواليت في البراكه في العشوائيه خويا ديال دوار الشوباط رقم الدار 236، يعني هذا هو اللي كاين، هو اللي كاري عنده خويا. المهم صدقت مع جميع الابواب، طرقت مع الكوميساريه نهار 26، جا خويا تهجم عليا، فرقع عليا المحل ديال القفل ديالي، حيد ديال القفل، جيت غوت هزي الحوايج السيب ومري على برا دوك الحوايج تحت الدروج. المهم جيت قلت له سعيد سبتي حوايج السيد، محيد واحد اللايف بانه سيب لي حوايج تحت الدروج، دوك البانيوات وهادشي ديال الصابون، جيت دخلته معاه الثاني، جيت كي بحال هكا السيد واذا بيا كيفاش كي بحال هكا السيد، جاو عاد مشى عند البوليس، قال له دير ركب القفل ديالو، تحداني باش ما نركبش القفل، جيت ركبت قفل تهجم لي عاوتاني، تهجم عليا السيد ركب لي هز مسمار خفاني في القفل. جاو البوليس داروا معاينه نهار 28، تهجم عليا عاوتاني بالليل، لقينا غندخل القفل ما لقيناش. نهار 26 درنا محضر في الدائر ديال الشرف في الحي الحسني، درنا محضرنا وياه على تفرقع عليه القفل، هضر مع الكوميسير، مشينا في حياتنا تما السيد صافي، ولا السيد كيدفع عليا فين ما كنجيب اللي ما كيخليش ندخل المحل ديالي، كل فين ما كيجي كيدبز معايا، فين ما كيجي كيتهجم عليه السيد، هو والزوجه ديالو وواحد ولد الخاله ديالو واحد الاخت ديال الزوجه ديالو، ديما خويا في التهجم. في العائله خويا انا عندي وليد وعندي هذا مرتي، هذا اللي كاين، الدري عنده 12 عام والمراه ديالي، هادشي اللي عندي في العائله. وخويا انا الحاله ضعيفه راه علم بها الله، يعني الاتات ديالي دابا حاليا السيد واذا بك كنتفاجئ، دابا جيت باغي ندخل الاتات ديالي، لقيت الاتات ديالي كان مشطب، ما لقيت عندي حتى حبه، يعني العفاش ديال 13 عام، الاتات ديال 13 سنه جمعوا لي هذا، خلى لي عضص، ما خلى لي حتى حبه. الفيترين ديالي تلاشتي مونتي صوابطي داكشي كامل اللي كنكسب، الحمدانيه لاكارت ناسيونال البيرمي الدولي، الورق ديال المراه الدوبه ديال داكشي كامل اللي كنكسب، انا قلت لك المده 13 عام ما جديت 13 عام جمعوا لي دالي، عندي الاتات، عندي جوج فايجات ديال الترونسبور ديال الحوايج، اقسم لك بالرب العظيم هذا الشيء اللي عطاها، واي كلمه اي كلمه كنقول لك كنتحمس. قلت الاتات ديالي دابا مشيت للدار قال لهم بان السيد خدا الاتات ديالو، هو كيقول لهم السيد خدا الاتات ديالو، كيقول لهم بانه عندي شهود. سمعتي، مشينا للكوميساريه درنا المحضر ديال السرقه في الكوميساريه، عندي شكايه عاوتاني من غير السرقه درناها ديال الضرب والجرح، عندنا عاوتاني شكايه ديال المراه، عندي عاوتاني شكايه ديال انتزاعات حيز العقار، يلاه عمرت الدوسيه والبارح باقي ما غوتوش عليه. تصور الانسان يتهجم على المراه ودير شكايه وما يتشدش، غريبه، كاين لغز، يعني كاين شي حاجه، ايوا كاين شي حاجه، السيد مورا شي واحد اللي كيمولو كيقول لهم ودي نخص عليك انا مالي وما تدخلش يا محالي. انا السيد ما بغيت منه شي حاجه، يتفاهم معايا حبيا، الا ما بغاش يدخل معايا قانون حنا في القانون، ما بغاش هو يدخل من القانون، يدخل معايا حبيا يتفاهم معايا. انا مكرفص، انا سيمانه من 22 يوم ما دخلتش المحل واش تحوايجي، حاليا كنبات جنب زوب الحوت ديال عباد الله كل ليله فاش بايت انا وولادي، مره تحت حدا لوطوروت، مره حدا كما قال لقاش درجه شي عام، مره كندخل ليها انا وولادي ونتخبوا فيها حتى الصباح، حتى الصباح نخرجوا بحال الشفاره. حوايجنا ما عندنا ما نكسبوش، الهند اللي لابسين راه هو هذا ما كيتبدلش، لا انا لا ولدي لا مرتي، ولدي راه مشطرد بكتوبه ديال المدرسه، الحوايج كامل ديال المدرسه راه تما عند السيد هذا، السيد راه طغى علينا وتجبر، نكذب عليك ما رحمناش. هاد الاوراق ديالي درهم ليا باش نتوصل مقابل نتوصل بحوايجي والتنازل على جميع الدعوات،
اللي عندي في المحكمة تنزل عليهم الضرب الضرب والجرح وديال الانتزاحيز العقار وديال السرقة تنزل على هادشي كامل ويجيب لي حوايجي، ومقابل الحوايج خصني نخلص قال لك طونسبور الحوايج نخلصوا، ومقابل طونسبور عاوتاني قال لك دبر عليك راك ما غاديش ماشي زعما كي غيساعدك باش يساعدك في الكرا ولا غيعطيك شي حاجة اللي غادي يعوضك فيها، لا 4 سنوات غيمشي باع المنصورة اخويا لحد الساعة خايف ما نقدرش نسيني هاد الورقة هادي غنسيني لك بحال هكا تسيتي دير معايا حل، انا كنطلب منو يدير معايا شي حل حبيا، باغي نسيني هاد الورقة نسيني امام وكيل الملك امام النيابة العامة نسيني مع هاد الورق هادو.